بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون الزراعية، أهلا وسهلا بحضراتكم. النهاردة بإذن الله تعالى بتكلم عن المادة العضوية أو الأورجانيك ماتر. المادة العضوية في الحقيقة مهمة جدا 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 للنبات، وخصوصا الأراضي اللي هي بتزرع لأول مرة أو الأراضي المستصلحة حديثا، بيكون فيها المادة العضوية هي أساس أو رأس مال الزراعة فيها. إذا ما حطيتش مادة عضوية ما تنتظرش أي زراعة من الأراضي المستصلحة الجديدة. ممكن الأراضي القديمة ما تحطش، الخصوبة بتاعتها بتقل سنة عن سنة، ولكن هيبقى الإنتاج بتاعها إلى حد ما ماشي حاله. اما الاراضي الجديده او البيوت المحميه اللي انت بتزرعها على اراضي جديده او كده، لابد من وضع الماده العضويه. الماده العضويه لما بنحطها للاراضي الرمليه بتحسن من قدره التربه الرمليه على الاحتفاظ بالميه. ليه؟ لان الماده العضويه اساسا بتحتفظ بقد وزنها 4 مرات من الميه، يعني انت كل كيلو ماده عضويه بيحتفظ بقد حجمه قد وزنه 4 مرات من المية، وبالتالي فهي إذا كان عنصر المية هو المحدد الرئيسي للزراعة في الأقاليم الجافة زي الوطن العربي، فالمادة العضوية بتحتفظ لك بالماء. في الأراضي الطينية سيئة الصرف إضافة المادة العضوية بتعمل لي على توسعة المسام بتاعة التربة وبتحسن التهوية بتاعة التربة، تمام؟ بتعتبر المادة العضوية بتعتبر من الحاجات اللي هي بتعتبر مستودع أو بتمسك العناصر الغذائية من الغسيل، وخصوصا في الأراضي الرملية. احنا عارفين ان معظم الاسمده بيتغسل مع مع زياده ميه الري في الاراضي الرمليه. بيتغسل ليه؟ لان مفيش نشاط كيميائي على اسطح الحبيبات بتاعه التربه بتاعه الاراضي الرمليه، دي رقم واحد. رقم اتنين ان المسام بتاعه التربه بتاعه الاراضي الرمليه واسعه، وبالتالي فانت لما بتضيف ميه كتيره اللي هي بتتجه ناحية الجاذبية الأرضية فبتتحمل وهي ماشية بالكيماويات أو الأسمدة اللي انت أضفتها، تمام؟ التربة المادة العضوية إلى حد ما فيها نسبة من العناصر، كانت العناصر الكبرى أو العناصر الصغرى على حسب المصدر بتاعها، تمام؟ إذن فهي فايدتها في إن هي برضو بتضيف ولو القليل من العناصر الغذائية المعدنية، بتبقى برضو موجودة في المادة العضوية، وإن كانت حتى على صورة الصورة العضوية فبتتحول إلى صورة معدنية فيما بعد. بتحافظ. طيب السورس يا جماعة أو المصدر بتاع المادة العضوية، المادة العضوية دي المصادر بتاعتها بتقول إيه وتكون إيه؟ ممكن تكون مصادر حيوانية أو مصادر نباتية، وممكن كمان بتكون المخلفات بتاعة الصرف الصحي أو حاجة بيسموها البودرايت، بياخدوها يرصبوا في الأحواض بتاعة الصرف الصحي وبياخدوها بيعالجوها كيميائيا طبعا عشان الميكروبات وعشان العناصر السامة التقيلة، بياخدوها وبيبدأوا يعيدوا التصنيع بتاعها، بينقوها كيميائيا وبجففوها وبتبقى مادة عضوية كويسة إذا اتبع فيها اللي هي التخلص من العناصر السامة التقيلة، وإلا هتموت البشر، تمام؟ وممكن تكون مصادر حيوانية اللي هي بتبقى عبارة عن سبلة الدواجن أو سبلة الأبقار أو سبلة الأغنام، الحيوانات عموما، ودي بتبقى غنية برضو في المادة العضوية بتاعتها وبتبقى غنية في العناصر. وكلما معلومة لحضرتك، كلما قلت نسبة الإخراج من الكائن الحي كلما زاد التركيز بتاع العناصر الغذائية وبقت أفضل، يعني الحمام هو أفضل حاجة، يليه الدجاج، يليه الوز والبط والماعز والأغنام، وبعد كده الجاموس والأبقار والإبل، كل دي بتستخدم كمادة عضوية كويسة، تمام؟ ممكن تكون مخلفات نباتية زي المخلفات بتاعة التقليم بتاع الأشجار اللي في المزارع، أو ممكن تكون مخلفات زي مخلفات المصانع بتاعة قصب السكر، تمام؟ اللي هي مصانع السكر بيستخدم القصب، بياخدوا المخلفات بتاعة القصب دهية وبيعيدوا
بيعيدوا التصنيع بتاعه بحيث انه بحطوه بيكمروه وبيحطوا عليه كبريت وسوبر وسلفات امونيوم وبحطوا عليه بكتيريا وبيضيفوا عليه رطوبة عشان تتحلل وبيفضلوا يقلبوا في الكومة دهيا لحد ما بغطوها كويس في الاول وبعد كده بيضيفوا لها كل شوية كده بيضيفوا لها مية او رطوبة بحيث ان البكتيريا تشتغل وتبدأ في التحلل بتاع المواد دهيا. تمام. طيب بعد ما تعرفنا على المصادر بتاعة المادة العضوية سواء كانت مخلفات إنسان أو مخلفات مزارع أو مخلفات نباتية اللي هي مخلفات المزارع أو المخلفات بتاعة الحيوانات وقلنا مثل الحمام والدجاج والأبقار والسباخ البلدي وكل الحاجات دي بتعتبر مادة عضوية. طيب أنا عندي المادة العضوية إيه تعرف وعرفنا الفوائد بتاعة المادة العضوية. طيب بالنسبة يا جماعة للإضافات بتاعة المادة العضوية، الإضافات بتاعة المادة العضوية قلنا ما ينفعش زرع بدون المادة العضوية وخصوصا في الأراضي الجديدة. المادة العضوية بنضيفها بكميات قد إيه؟ المادة العضوية ضيفها بأي كمية إن كانت، أي كمية إن كانت مش هتزعلك في حاجة إذا اتبعت الآتي. الآتي هو إيه؟ لما بنضيفها في البيوت المحمية أو في الري بالتنقيط بنضيفها في العمق ما بينها وبين الجذور وبنغطيها، نبدأ نعمل المصاطب بتاعتنا نغطيها إيه الـ 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 المسافة ما بين الجذور بتاعة الشتلات اللي انت هتضيفها أو البذور بتبقى في حدود 15 سنتي بتغطيهم بحيث إن أنا المادة العضوية دهيا لما ببدأ أخمر فيها أو بنزل عليها المية بيحصل الله تفاعل كيميائي، ومفيش تفاعل كيميائي طبعا بيحصل في الطبيعة بدون عنصر المية، وجعلنا من الماء كل شيء حي. فأول ما بتضيف المية بيحصل تفاعل كيميائي ما بين الـ 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 في المادة العضوية وبالتالي بينفرد منها غازات، الغازات ده هي ممكن تموت لي الجذور اللي لسه بتبقى جديدة. طب الحل ايه؟ الحل ان انا بخمر الارض كويس في حدود 3 4 5 ايام لحد ما بحس ان المادة العضوية وخصوصا سبلة الدواجن يا جماعة والحمام دي اكتر حاجة بينفرد منها غازات بتبهدل الشتلات وبتقضي عليها تماما. يعني انا حضرت قصة كانت برضو حتى دمرت تقاوي البطاطس، كانت بعض الشركات المحترمة كده اضافت السبلة بتاعة الدواجن دهيا فبالتالي سخنت فبالتالي بهدلت لهم التقاوي بتاعة البطاطس. تمام. فناخد بالنا من القصة دهيا كويس بحيث ان انا زي ما قلت بحطها وبضمن ان في 15 سنتي ما بينها وبين الجذور. تمام. ان 10 ل 15 سنتي لحد الشتلة ما تبدأ الجذور بتاعتها تكبر كده وتبقى تمام تتحمل والمادة العضوية ابتدت تبرد ما عادش بقت سخنة، بقى تحط ايدك فيها كده ما عادش بقت سخنة زي الاول فبتبدأ الدنيا تمشي معايا. أما أنا لو مخمرتش كويس يعني حطيت كميات مية كويسة، قلت لما تحط المادة العضوية وخصوصا الدواجن خمر على 5 أيام أو 3 أيام أو 4 أيام وخلي فترات الري ساعة 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 كده وانت ماشي 3 4 أوقات في اليوم، ساعتين مثلا ساعتين ساعتين، يعني ساعتين وريح 5 ساعات وادي ساعتين وريح 5 ساعات وهكذا بحيث ان انا كل ما ينشط النشاط ببدأ انزل عليه مية ببرد السبلة بتاعتي تاني. تمام. السبلة بتاعت الكمبوست والحاجات دي هي بتبقى باردة يعني بيكفيها القليل من التخمير، ولكن الدواجن انا بوصي هي والحمام بيبقوا سخنين جدا فلابد انك تخمر كويس في القصة ده. تمام. بعد كده بتزرع الزراعة بتاعتك وبرضو لو بذور ما بتفرقش كتير بالنسبة للأجهزة البيفوت مثلا انت زرع في حقل مكشوف. ليه؟ لأن أصلا انت بتعمل ميكس أو خلط ما بين التربة نفسها والمادة العضوية فبالتالي اللي بيطول فيها البذور أو زراعة البيفوت ما بتبقاش كتيرة. تمام. ولكن المشكلة بتكمن المشكلة فين؟ تكمن المشكلة في لما انت بتحطها في خندق تحت النبات بالتالي بتعمل لي مشكلة جامدة جدا جدا جدا. طيب اضافة المادة العضوية يا جماعة لو اضفتها وانا بتحمل الكلام ده هون
لو أضفتها مادة عضوية كويسة صدقني هتكفيك عن 50% من إضافة السماد المعدني. وخد بال حضرتك ممكن المادة العضوية تغنيك ولو عن 60-70% من السماد المعدني، بس صدقني لو الأرض جديدة عندك وحطيت تحت كل نبات كل العناصر الغذائية لا يمكن يحل محل المادة العضوية أو الأورجانيك مطر. هتقولي برضه حط هيوم الكلام فاضي كله، لابد أنك أنت تضيف مادة عضوية وبكثرة في الأول بحيث أنك أنت تعمل بناء للتربة، لأن المادة العضوية كثرة الإضافة بتاعتها تعمل لي بناء للتربة كويسة. عايز تبص على القصة دي روح لأراضي الصلحية وشوف مزروعة من التمانينات النهاردة كانت رملة بيضة، النهاردة لو رحت بصيتها تلاقيها قلبت لي اللون الأسمر وابتدت تتحول شيئا فشيئا إلى أراضي رملية طمية أو رملية طينية. ليه؟ اللي ساعد في كده إضافات المادة العضوية. المادة العضوية برضو خد بالك من مخلفات الجذور اللي انت بتسيبها للنبات دي بتعتبر مادة عضوية، البقايا بتاع النبات اللي انت بتحرطه في الأرض بتبقى كل دي عبارة عن مادة عضوية. سنة على سنة على سنة بتبدأ القوام بتاع التربة بيتغير نتيجة الإضافات المتتالية من المادة العضوية وبقايا النبات الموجودة للمادة العضوية. طيب أنا عايز بقى في حاجة تانية، المادة العضوية دي يا جماعة المفروض يكون فيها إيه أفضل؟ المفروض يكون فيها إيه؟ أراعي فيها إيه؟ أول حاجة بذور الحشايش والنماتودة. بذور الحشايش لو أنت بتضيف في بيفوتات لازم تركز جدا 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 في القصة بتاعة بذور الحشايش دهية. طب النيماتودة، النيماتودة ديت لابد هي طبعا الأول حاجة لازم تتاخد معيار، حتى لو هو بتاع الكمبوست ده بقول لك الدنيا كويسة خلاص المفروض بتسحب عينة وتقيسها انت من الكومة اللي هيحمل لك فيها، ودي مش صعبة قوي يعني. تمام، المادة العضوية لو أنا أخدتها جماعة وحبيت أشوف فيها حشايش ولا ما فيهاش حشايش، بعمل حتة بلاستيكة كده، أحط بلاستيكة متر في متر، بلاستيك متر في متر، تمام، واحط تحته مي، احط تحت فوق البلاستيكه ديت شويه رمله كده، تمام، شويه رمله في حدود 5 سنتي او 10 سنتي بحطهم بفردهم على البلاستيكه، تمام، وبجيب 2 او 3 كيلو من الماده العضويه وبفردهم فوق الرمله دهيت، وبحط فوقهم 2-3 كيلو رملة تانية، تمام، في المتر ده، وابدأ احط لهم مية، اضيف لهم مية. بعد ما اضيف المية بنتظر اشوف نسبة الحشيش اللي تطلع فيهم قد ايه، لو النسبة كتيرة ممكن ارفضها خالص. خد بالك مفيش كومبوست خالي من الحشيش، واتحدى مفيش اي كومبوست في الدنيا بحالها تقول لي بقى اصله معالجينه حراريا، اصله معالجينه ما عرفتش ايه، صدقني لو عاملين فيه ايه هتلاقي فيه حشيش، هتلاقي فيه حشيش، ولكن النسبة عندي بتفرق. البيفوتات لا نسمح فيها بكمية حشايش. ليه؟ البيفوتات أصبح النهاردة عشان مثلا أزرع، لو هزرع حاجة زي بنجر السكر مثلا هتقول لي هكافح الحشايش العريضة إزاي؟ بنجر السكر عريض، وإنت أصلا بتزرع فيه بتجيب عايز تكافح العريضة فتكافحها إزاي؟ هتقول لي أجيب بتينال، هتقول لي الجولتكس والجولتكس بلس وكل مبيدات الحشايش اللي بتستخدم لبنجر السكر، في الآخر هتعمل لك مشكلة برضو إن هي بتهدي الدنيا في الأول، ماشي، وبعد كده في اخر المحصول بتلاقي البنجر ما شاء الله عليه كله اتملى حشايش، كله اتملى حشايش، واصبح السنه اللي بتزرع بقى بعدها اصبح الويد بنك او البنك الحشايش في التربه اصبح ما شاء الله حاجه يعني لا يمكن تقدر تزيلها بنفسك لابد، وفي مزارع تعطلت تماما بسبب الحشايش. تمام، يبقى انت مش هتدخل الا بايه؟ الا بالعماله اليدويه، والعماله اليدويه في كل بلاد الدنيا مكلفه جدا، تمام، فدي تاخد بالك منها قوي وتاخد بالك من قصة النيماتود. ممكن الأغنام أو سبلة الدواجن وكده تستخدمها في البيوت المحمية مفيش مشاكل، وفي التنقيط مفيش مشاكل، بس ليه نستخدمها في البيوت المحمية حتى لو فيها حشايش؟ لأن البيوت المحمية أصلا كده كده النبات بيربى رأسيا وبالتالي بيظلل على الحشايش فبيموتها أو ما بتقدرش حتى يعني بتبقى طالعة بس بتبقى إيه يعني محدودة فوق، لأن التظليل بيبقى كاتم على نفس الحشايش ديت وبالتالي عمل لها مشاكل جامدة ما بتقدرش تاخد براحة زي ما تكون في الأوبن فيلد أو في الحقول المكشوفة. تمام، يبقى احنا كده عرفنا فايدة المادة العضوية والمصادر بتاعتها والحاجات اللي ممكن نراعيها ساعة ما استخدم المادة العضوية أو ببدأ في المادة العضوية. في التحليل بتاع المادة العضوية في الكلمتين البيخين اللي بتكتبوا خالي من بذور الحشايش النيماتودة تاخد بالك منهم كويس. يهمني في المادة العضوية السي ان ريشيو ان هي تكون تحت 20.
20، تحت ال 20 واحد 19 واحد 18 واحد 15 زي ما يكون، ولكن ما تكونش فوق ال 20. ليه؟ دي قصة طويلة أنا شرحها لك في الفيديو اللي جاي. بتمنى أن أنا أكون وصلت معلومة لحضراتكم، بتمنى برضو بالناس اللي هي بتتطاول، يعني عيب ما يصحش عندك معلومة تخدم البشرية، أهلا وسهلا بيك. ما عندكش يبقى تحترم تحترم الناس اللي بتقدم للبشرية حاجة كويسة. الخطأ من الشيطان والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. ياريت كلنا في كل المجالات اللي عنده حاجة يصدع دماغنا فيها، اللي مش عاجبه المقدمة، واللي مش عاجبه الصنطة بتتمنظر، واللي مش عاجبه أنا بحافظ على المحتوى بتاعي من السرقة. اسكت بقى أنت ليك تعليقات تانية. أعتقد اليوتيوب مليان حاجات، وأنا ما بردش الإساءة بالإساءة، ولكن يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان جالس هو سيدنا أبو بكر الصديق، تمام؟ فجيه واحد بيشتم سيدنا أبو بكر الصديق، فسيدنا أبو بكر الصديق ساكت ما تكلمش، فالرسول عليه الصلاة والسلام قاعد بيضحك جنبه، تمام؟ فشتمه تاني مرة، سيدنا أبو بكر ما ردش والرسول بيضحك، تمام؟ فتالت مرة طبعا سيدنا أبو بكر بشر رد على الراجل، فقام الرسول، غضب الرسول صلى الله عليه وسلم وقام ماشي وساب المجلس. فذهب إليه سيدنا أبو بكر الصديق وقال له: يا رسول الله لما أراك غاضبا؟ قال له: يا أبا بكر، عندما شتمك في المرة الأولى والثانية كان هناك ملك يرد عنك، فلما رددت عليها بغض قوله، يعني أنت رددت عليه الكلام الوحش اللي قاله لك، ماشي، حضرت الشياطين وأنا لا أجلس مع الشياطين. فاللي بيشتم يعني ما فيش مشكلة خالص، ربنا سبحانه وتعالى والملائكة بترد علينا، وعند الله تجتمع الخصوم. شكرا لحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.